ومن مشعر عرفات ينضم إلينا مفيد الحدث من هناك أحمد بقاتو. أحمد أهلا بك. أحمد أطلعنا لو سمحت على الصورة التنظيمية والأمنية والخدمية للحجاج اليوم في مشعر عرفات. نعم ميسان، الآن أقف أمام جبل الرحمة الذي فاض بالحجاج واكتسب اللون الأبيض. الحجاج الكثيرون منهم يصرون على أن يصلوا من مخيماتهم إلى هنا إلى جبل الرحمة، حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم تأسيا بهذه السنة. لكن هناك تأكيدات من قبل الشيوخ في الحملات ومن قبل المرشدين بأنه لا حاجة للذهاب في هذه الحرارة المرتفعة والوقوف على جبل الرحمة. فعرفة أو عرفات كلها صعيد، يمكن للكاميرا أن تعرض لك بعض الصور. كما تشاهدين الجميع يرتدي أو يعني يحمل المظلات في يديه، وهناك بعض المتطوعين الصحيين الذين يقدمون خدمات صحية. هؤلاء المتطوعين هم من طلبة كليات الطب ويقومون بمساعدة الطاقم الطبي الموجود ومنتسبي وزارة الصحة، والذين يقدر عددهم ب 35 ألف منتسبا، فضلا عن متطوعين مثل هؤلاء والذين يقدر عددهم ب 5400 منتسب طبي. الجميع يريد أيضا أن يعني يريد أن يعني يطمئن أهله عليه. الكثير من الحجاج يأتون إلى هنا إلى هذا المكان للوقوف بجبل الرحمة. هناك مروحيات تسير بصورة مستمرة وتجول في الأجواء في يعني للتأكد من ضبط الأمور وأن خطة التحرك الحجاج تسير وفق المسارات المحددة. جبل الرحمة صعوده من طريق ونزول إليه من طريق آخر حتى لا يكون هناك تدافع. تفضلي.